الظروف الاستثنائية لهذا الموسم الدراسي جعلت الأمور تسير بصفة استثنائية، ولعل أبرزها التأخر في نشر تواريخ الامتحانات الرسمية، وهذا ما فتح المجال للإشاعات. كل واحد في شوقه، واحد يقول في 27، واحد يقول في جوي، بصح مازال ما عطاوناش اكزاكت وقتها، فهمتي كيف؟ حنا الان حابين يقولوا لنا، انا حابين وقتاش يقولوا لنا وقتاش نجوزوا باسكو انا مقلقين. مازال ما سمعنا حنا والو على الباك، وانا حابين يقولوا لنا الوقت على الباك هذا باش نوجدوا روحنا، وماذا بينا في اقرب مده، خاطش دوكا ما بقاش، بقى هكذا واحد 4 شهور. دينا الوطار ما على بالهمش، ماناش مورغانيزيين كيما يقولوا، ولازم شغل يديروا لنا بروغرام باش نوجدوا روحنا. ترت علينا بزاف الاشاعات باسكو شغل اللي خلونا في السسبنس، وما نقدروش نقراو شغل، ما نلقاوش راحتنا. حنا حابين شغل يعطونا خبر رسمي باش نتهناو، وواحد يوجد روحه من دوكا. الاشاعات هذوما اللي يجينيونا حنايا لازم يرقليونا، شغل انا مخلطين حنايا، ماناش واجدين، ماناش مورغانيزيين قاعد. يبدو أن وزارة التربية تنتظر الاستقرار في الوضعية الوبائية حتى تفرج عن تواريخ الامتحانات الرسمية في الأطوار الثلاث. لهذا الاتحاد العام لأولياء التلاميذ يطمئن التلاميذ وحتى أوليائهم. أنا أظن هذا التأخير يعود إلى هذا الوباء اللي رانا عايشينه، هذا الوباء اللي ما سمحش للوزارة باش تأخذ قرار وتحديد التاريخ. ربما الوزارة تنتظر الاستقرار في الوضع الصحي باش تاخذ قرار رسمي، ولكن انا نظن حتى التاريخ الرسمي ما يكونش قبل جوان، وبالتالي رايح ان شاء الله نطلبوا تسهيل الامور فيما يخص بناء المواضيع الى اخره، وتاخذ بعين الاعتبار هذا الظرف اللي رانا عايشينه. انا اطلب ايضا من التلاميذ ما ياخذوش من الاشاعات هذه، لان الرسمي يكون في داخل الثانويات، داخل المؤسسات التربويه. إجراءات عديدة تغيرت بتغير الظروف، وتأخر الأعلان عن مواقيت إجراء امتحان شهادة التعليم الابتدائي، امتحان شهادة التعليم المتوسط، وامتحان البكالوريا أقلق التلاميذ وجعل نظامهم يضطرب، ويؤجلون التحضيرات إلى إشعار آخر.